المعرض هذا شركات في خديب راعي رئيسي، عندنا بن نصير راعي رئيسي حق الشاهي، نعم، وعندنا طال عمر القرعة والزيتون والجهدي، عندنا سيارات هذا حديث راعي رئيسي، وبعده بن نصير رئيسي، عندنا كذلك النعمان، عندنا امانه بشركي لهم في رطب. الله يحييكم، يا هلا شرفتك انا طال عمرك، الله يحييك. الله يطول عمرك. احنا متواجدين في معرض نقشات كراعي رئيسي خدمه للمدينه وهذا المدينه. شاي خدير طبعا شاي سيلاني نخب اول، عندنا ثلاث منتجات جديده الان نقدمها في الاسواق بمغلفات تضمن استمراريه النكهه. اسمح لنا بعد اذنك نقدم لك بوكس تذكاري من الله يشرف بدارك. اعطينا الهديه بيدك. ناصر يا هلا وسهلا، ما عندنا مجامله، يا هلا وسهلا ومرحبا، الله يحييك، شرفتنا، شكرا. على الشغل القديم هذا، ايوه على الشغل القديم، ما شاء الله تبارك الله، الله يقويكم ان شاء الله، امين يا رب، شيء يفرحنا صراحه، الله يا رب، الله يطول عمرك. خلاص الناس الحزام المليان هذا، كم موديل هذه المتحف والموديلات؟ هلا فيها وين راح المتحف؟ عطنا قبل العمر شرحك قرب. دقيقة عاد سمو الأمير شرح عن السيارات. حياك الله، أول شيء وبياك. طبعا عندك الإمبالا هذه شفر أمبالا موديل 1965، هذه سيارات الوالد وعنده متحف، حياكم الله تشرفونه في أي وقت. بينما هذا فورد موديل 1966، وهذه شفر كابريس موديل 1976، أعتقد هذه الكل لحق عليها، بينما هذه ما لحق عليها الشيبان، ما احنا ما الله الله صاد وينظر فيه بعد اي لا أعطوه السلام عليكم. 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 السلام ع
هذه حقت باقة وردي. ما شاء الله. هذا شغل يدينكم؟ ايوه وصبري. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الله يقوي. ما شاء الله. الله يقوي. الله يطول عمرك. وهذا رحانه اللي من اول يطحنون عليه. اي ما عاد احد الحين خلاص. الله يحييك ويطول عمرك. الله يجزاك. والخير والبركه. حياكم الله على سنة التمرة. وعلى الجرفة وعلى الدراسة وعلى الدلالة اللي لها 50 سنة. الله يطول عمرك. يا رب يسلمكم ويعافيكم يا رب شيخ. الله يطول عمرك. قواكم الله إن شاء الله. قواكم الله.